السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، أقدم لكم من مدارس الإدريسي الأهلية المختلطة درس الاجتماعيات في الصف السادس الابتدائي. موضوعنا لهذا اليوم محافظة نينوى. وضحنا في الدرس السابق محافظة نينوى أخذنا موقعها الجغرافي والتضاريسي، وراح نعيد أو نسوي مراجعة بسيطة للموقع الجغرافي. تقع محافظة نينوى في القسم الشمالي الغربي من وطننا العراق. نجي نراوح على الخريطة، وين نينوى؟ هاي نينوى. القسم الشمالي الغربي، هذا الشمال وهذا الغرب، إذا تقع نينوى في القسم الشمالي الغربي. هنا ممكن يجيني سؤال أين تقع محافظة نينوى؟ راح يكون الجواب في القسم الشمالي الغربي من وطننا العراق، أو تجيني على شكل فراغ، تقع محافظة نينوى في القسم فراغ من وطننا العراق، راح يكون الجواب هو الشمالي الغربي. نأتي إلى تضاريس المحافظة، وإحنا وضحنا شنو يعني معنى كلمة تضاريس، يعني جبال، هضاب، سهول، وديان. هنا تعليم، تنقسم تضاريس محافظة نينوى على ثلاثة أقسام، يعني تضاريس المحافظة متنوعة، ما عندنا نوع واحد، عندنا أكثر من نوع. شنو سبب هذا التنوع في تضاريس محافظة نينوى؟ الجواب راح يكون نظرا لسعة مساحة نينوى. جوابنا راح يكون نظرا لسعة مساحة نينوى. راح نقسم التضاريس إلى ثلاثة أقسام. عندنا أول منطقة هي المنطقة الجبلية، إذا أول نوع من أنواع التضاريس هو المنطقة الجبلية. أين تقع المنطقة الجبلية وشلون راح يكون امتدادها؟ تقع في أقصى الشمال الشرقي من المحافظة، إذا تقع في الشمال الشرقي من المحافظة، وتعد جبالها جزءا من سلسلة الجبال الممتدة من محافظة إدهور. إحنا سبق وأخذنا في محافظة إدهور من جبالها جبال باكرمان وجبل عقرب. فجبال المنطقة الجبلية من محافظة نينوى راح تكون ممتدة من سلسلة الجبال الممتدة من محافظة إدهور، إذا جبالها جبل باكرمان وجبل عقرب. هنا ممكن يجيني سؤال، ما هي أهم الجبال الموجودة في المنطقة الجبلية من محافظة نينوى؟ الجواب راح يكون جبل باكرمان وجبل عقرب. المنطقة الثانية أو النوع الثاني من أنواع التضاريس في محافظة نينوى هي المنطقة المتموجة. هسه صارت اثنين، المنطقة الجبلية واثنين المنطقة الثانية هي المنطقة المتموجة. المنطقة المتموجة راح تكون منطقة انتقالية ما بين المنطقة الجبلية والسهل الرسوبي، وتكون على شكل قوس من المرتفعات. ما هي أهم المرتفعات الموجودة في المنطقة المتموجة؟ راح يكون الجواب مضحول وسنجار، إبراهيم، عدي، عطشان. هذا هنا عندنا جبل مضحول، هنا عندنا جبل سنجار. إذا أهم الجبال الموجودة في المنطقة المتموجة هي مضحول وسنجار، إبراهيم، عدي، عطشان. النوع الثالث من أنواع التضاريس هي منطقة الهضبة. منطقة الهضبة، نشوف منطقة الهضبة تتمثل بفراغ في هضبة الجزيرة التي تمتد من جنوب مرتفعات مقحول وعدي وسنجار شمالا، وحتى البادية الغربية والسهل الرسوبي جنوبا. شنو المميزات اللي تتميز بها سطح هذه الهضبة؟ تتميز انه سطحها يتكون من أراضي منبسطة تتخللها هضاب ورواب وكثبان رملية متباينة الارتفاع. ليش؟ لأنه احنا قلنا هذه منطقة الهضبة راح تمتد من جنوب مرتفعات مكحول وسنجار حتى البادية الغربية والسهل الرسوبي جنوبا. احنا نعرف انه السهل الرسوبي تكون الأراضي مادة منبسطة. مناخ المحافظة، نأتي إلى المناخ ونشوف شنو المناخ اللي يسود في هذه المحافظة. المناخ اللي يسود في محافظة نينوى نوعين، بعكس محافظة الدهور ومحافظة أربيل قلنا مناخها هو مناخ البحر المتوسط. هنا مناخ محافظة نينوى يتمثل فيها مناخين، المناخ الأول هو البحر المتوسط، والمناخ الثاني هو مناخ السهول الانتقالي. خلينا نشوف المناخ البحر المتوسط في أي أقسام يسود. في الأقسام الشمالية من المحافظة يسود فيها مناخ البحر المتوسط، ويتميز، شنو مميزات مناخ
الامتياز بصيف معتدل وشتاء بارد ممطر. اما السبوب الانتقالي اللي هو النوع الثاني من انواع المناخ اللي يكون في محافظه نينوى فيسود في الاقسام الجنوبيه من المحافظه، هنا ممكن يجيني فراغ. في الاقسام الشماليه من المحافظه يسود فيها مناخ فراغ البحر المتوسط، اما في الاقسام الجنوبيه فيسود فيها مناخ فراغ اللي هو السبوب الانتقالي. هسه عرفنا انه في مناخ المحافظه يسود فيها مناخين، البحر المتوسط في الاقسام الشماليه والسبوب الانتقالي في الاقسام الجنوبيه. احنا ليش متنوع المناخ؟ ليش فيها مناخين؟ ليش مو مناخ واحد؟ اما يرجع هذا السبب، هنا تعليل تنوع المناخ في محافظه نينوى، شنو السبب؟ نتيجه لتنوع تضاريسها، احنا سبق وقلنا انه التضاريس في محافظه نينوى متنوعه، قسمناها الى منطقه جبليه ومنطقه متموجه ومنطقه الهضبه، اذا هنا التضاريس متنوعه، ما دام التضاريس متنوعه فالمناخ ايضا راح يكون متنوع، وهذا يرجع الى تنوع تضاريس. هنا عندنا تعليل اطلقت تسميه ام الربيعين على محافظه نينوى. ليش سموها ام الربيعين؟ لماذا سميت بهذه التسميه؟ لان مناخ المحافظه يتميز في الغالب بالاعتدال لا سيما خلال فصلي الربيع والخريف، اذا عندهم فصلين بهم ربيع اللي هو فصل الربيع والخريف، انعم الله سبحانه وتعالى عليهم بفصلين بالربيع فصل الربيع وفصل الخريف، فهنا ممكن تجينا تعليل وممكن تجينا ايضا فراغ، اطلقت تسميه فراغ على محافظه نينوى، شنو هي التسميه؟ ام الربيعين. هنا مجموعة من الأسئلة اللي تتعلق بالمناخ المحافظة والتضاريس. سؤال: بماذا يتميز المناخ في محافظة نينوى؟ الجواب راح يكون يمتاز بتنوع المناخ نتيجة لتنوع تضاريسه. اثنين: صيف معتدل وشتاء بارد ممطر. ثلاثة: يمتاز مناخ المحافظة في الغالب بالاعتدال. هنا فراغ في الأقسام الشمالية من نينوى يسود فراغ مناخ البحر المتوسط، أما في أقسامها الجنوبية فيسود مناخ فراغ السبوب الانتقالي. هنا أيضا فراغ قبل شوية قلنا بسبب اعتدال المناخ خلال فصل الربيع والخريف، لذلك سميت نينوى بفراغ أم الربيع. سؤال: بماذا يمتاز مناخ البحر المتوسط؟ شنو مميزاته؟ شنو صفات هذا المناخ؟ الجواب: يتميز بصيف معتدل وبشتاء بارد ممطر. هنا عندنا تعليل: تختلف كميات الأمطار في محافظة نينوى بين منطقة وأخرى. الجواب راح يكون تبعا لاختلاف تضاريس المحافظة بين منطقة. وتكملة للدرس السابق ذكرنا الموقع الجغرافي والتضاريس والمناخ، هنا راح ناخذ أهم الموارد المائية في محافظة نينوى. يمكن تقسيمها على النحو التالي: عندنا اولا المياه السطحيه، بمن تتمثل المياه السطحيه في محافظه نينوى؟ راح تتمثل لي بنهر دجله، تتمثل بنهر دجله الذي يخترق المحافظه من الشمال الى الجنوب ويعرف الشريان الحيوي، اذا المياه السطحيه في محافظه نينوى تتمثل لي بفراغ بنهر دجله. هنا ممكن يجيني هنا او جاي سؤال وزاري: تتمثل المياه السطحية في محافظة نينوى بنهر فراغ، نهر دجلة. اثنين: مياه العيون والينابيع، تنتشر في معظم أقسام المحافظة، ومن أهم استعمالاتها الزراعية والصناعية والسياحة والاصطياف، ويستعمل بعضها لعلاج العديد من الأمراض الجلدية مثل عيون حمام العليل، وهنا عندنا هذا التعريف جاي وزاري، حمام العليل، عرف حمام العليل، هنا ممكن اعرفه واقول هو من اهم مياه العيون والينابيع في المحافظة، ويستعمل لعلاج العديد من الأمراض الجلدية، أعيد التعريف، حمام العليل هو من أهم مياه العيون والينابيع في محافظة نينوى، ويستعمل لعلاج العديد من الأمراض الجلدية. هسه عرفنا مياه العيون والينابيع شنو استخداماتها؟ استخداماتها زراعية وصناعية، وتستخدم أيضا للسياحة والاصطياف. هذا بالنسبة لأهم الموارد المائية. ما هي أهم المشاريع الأروائية في
مشاريع السيطرة والخزن، هذا مشروع عروائي من مشاريع السيطرة والخزن هو سد الموصل. وين يقع سد الموصل؟ يقع شمال مدينة الموصل. هنا أيضا جاي سد الموصل تعريف، هو من أهم مشاريع السيطرة والخزن ويقع شمال مدينة الموصل. وهنا عندنا أيضا مشروع ري الجزيرة، هو من أهم المشاريع العروائية في محافظة نينوى. نبذة تاريخية عن محافظة نينوى وأهم المواقع التاريخية فيها. أهم المواقع التاريخية فيها هو موقع نمريك الأثري. هنا عندنا تعليل: حرر العرب المسلمون نينوى من السيطرة الساسانية ولقبوها بالموصل. لماذا لقبت نينوى بالموصل؟ أو لماذا سميت بتسمية الموصل؟ الجواب راح يكون لأنها تصل بين الشام ومنطقة خورستان، أو بين الجزيرة والعراق. إذن لماذا لقبت بالموصل؟ لأنها تصل بين الشام ومنطقة خورستان، أو بين الجزيرة والعراق. هنا تعليل: سميت محافظة نينوى بالحدباء. هنا وزاري، هذا السؤال وزاري. سميت محافظة نينوى بالحدباء لأن فيها منارة المسجد الكبير النوري. إذن سميت بالحدباء لأن فيها منارة المسجد الكبير النوري. وأصبحت نينوى محافظة بعد صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969. هنا سؤال: ما هي أهم المعالم التاريخية في نينوى؟ أهم المعالم التاريخية في نينوى، هنا عندنا الجامع الكبير النوري، وجامع النبي يونس، وجامع النبي جرجيس، والكثير من الكنائس والأديرة التاريخية. هذه بالنسبة لأهم المعالم التاريخية في نينوى. المدن التاريخية، ما هي أهم المدن التاريخية في المحافظة؟ عندنا أول مدينة هي آشور. آشور هي العاصمة الدينية لبلاد آشور، واسم إلههم الرئيسي. إذن آشور هي العاصمة الدينية لبلاد آشور. اثنين، نمرود بين قوسين كالح، هي ثاني عواصم الآشوريين، ويعد الملك الآشوري شلما نصر الأول مؤسسها. إذن مؤسس نمرود كالح هو الملك الآشوري شلما نصر الأول مؤسسها. ومن أشهر معالمها التاريخية فراغ الزقورة. أنا ممكن يجيني فراغ، من أشهر معالم التاريخية لمدينة نمرود كالح فراغ الزقورة. ثلاثة، نينوى، وهي ثالث عاصمة للآشوريين. من أشهر ملوكها آشور بانيبال، وسميت المحافظة باسمها، وحكمها العديد من الملوك الآشوريين. أربعة، دور شروقين خرسباد، وهي العاصمة الرابعة للآشوريين. من هو الذي شيدها؟ شيدها الملك سرجون الثاني، وهي مربعة تحيط بها أسوار وأبواب متعددة. خمسة، مدينة الحضر، وهي إحدى المدن العربية التي امتازت بفنون العمارة والنحت وأعمال المعادن وفنون الحرب. هنا ممكن يجين هنا سؤال وزاري: بماذا امتازت مدينة الحضر؟ هي من المدن العربية، ما الذي امتازت به هذه المدينة؟ امتازت بفنون العمارة والنحت وأعمال المعادن وفنون الحرب. أهم ملوكها سنطروق الأول وسنطروق الثاني. هنا مجموعة من التعاريف المهمة والوزارية. عندنا سد الموصل. هنا مجموعة، على مدى قصة هناك. هنا مجموعة من التعاريف الوزارية والمهمة. سد الموصل، وهو من المشاريع السيطرة والخزن الذي يقع شمال مدينة الموصل. اثنين، حمام العليل، وهو من العيون والينابيع التي تقع في محافظة نينوى ويستعمل لمعالجة الأمراض الجلدية. ثلاثة، نمريك، وهو من أهم المواقع التاريخية الأثرية في محافظة نينوى، والذي يعد من أقدم القرى الزراعية. أربعة، الموصل، وهي من المدن القديمة التي كانت مركزاً حضارياً في العصور الآشورية، وكانت موطناً للعديد من القبائل العربية قبل الإسلام، وحررها العرب المسلمون في العصر الإسلامي في زمن عمر بن الخطاب من السيطرة الساسانية. أعزائي التلاميذ، هذه
تعاريف مهمة وزارية، وممكن تجيني تعاريف، وممكن تجيني صح وخطأ، أو ممكن تجيني فراغات. مثل هسه هنا عندنا سد الموصل، ممكن يجيني فراغ وهو من أهم مشاريع السيطرة والخزن الذي يقع فراغ. أين يقع؟ شمال مدينة الموصل. هنا حمام العليل هو من العيون والينابيع، يقع في أي محافظة؟ محافظة نينوى. يستعمل لمعالجة فراغ الأمراض الجلدية. هنا عندنا نمريك من المواقع التاريخية الأثرية، وتعد أيضا من القرى الزراعية. هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، محافظة نينوى. إن شاء الله تكون استفادتوا أعزائي التلاميذ. إن شاء الله هذا التلخيص أريده ينكتب بالدفاتر أو تحضير للدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.